مرحبا بكم أصدقائي الكرام. اليوم عندنا صفحة رقم 29، عندنا درس قياس المساحات، المتر مربع ومضاعفاته. عندنا النشاط الأول، نلون مساحة كل شكل، نحسب قياس مساحة كل شكل بالوحدتين U و V. أولا غادي نلون مساحة كل شكل، نلون المساحة الداخلية لكل شكل. بالنسبة للشكل الأول، المساحة الداخلية هي هذه، مساحة الشكل الثاني هي هذه، المساحة الداخلية بالنسبة للشكل E، المساحة الداخلية كذلك، الشكل الدي هنا، الشكل A بعد ما لوننا مساحة كل شكل. عندنا السؤال التالي، نحسب قياس مساحة كل شكل بالوحدتين U و V. عندنا U مثلث صغير و عندنا V على شكل مربع. عندنا بالنسبة للشكل A، عندنا فيه عدد المربعات، عندنا ندير واحد باش نبينو المربعات اللي عندنا. عندنا هذا الشكل V فهو كيمثل لنا مربعين، يعني جوج ديال المربعات صغار، يعني عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية اللي قسمناها على جوج لأن هي أربعة. إذن هذا الشكل A فيه أربعة من في، و U هي نصف ديال المربع، إذن أربعة إلى ضربناها في اثنان لأن هي ثمانية. عفوا، عندنا U كتمثل لنا كل مربع صغير وفيه اثنان، إذا خدينا مثلا المربع الأول، كل مربع صغير فهو فيه جوج ديال U، إذا عندنا هنايا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية في اثنان تعطينا هي 16. إذا الشكل A فيه 16 U من الوحدة U وفيه أربعة من الوحدة V. بالنسبة للشكل B، الشكل B غنشوفو عدد المربعات. عندنا عدد مربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، عندنا تسعة، تسعود إلا قسمناها على جوج تانا هي أربعة ونصف. إذن عندنا هنايا بي الوحدة من الوحدة في، عندنا أربعة ونصف. وعندنا من الوحدة يو، عندنا كل مربع فيه اثنان، كل مربع فيه جوج، إذن درنا تسعة في اثنان تانا هي ثمانية، ثمانية عشر. عندنا الشكل سي، عندنا الشكل سي نشوفو شحال فيه من مربع. إذن عندنا الشكل سي فيه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر 12، 12 قسمناها على 2 تعطينا هي 6 بالوحدة في. إذا عندنا الشكل سي فيه 6 بالوحدة في، وكل وحدة كل مربع فيه 2 من U، إذا غنديرو 6 في 2 تعطينا هي 12. إذا الشكل سي فيه 12 من الوحدة U و 6 من الوحدة في. عفوا، غلطنا هنايا، عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر، وكل مربع في اثنان ندير اثنا عشر في اثنان سنة هي أربعة وعشرين وليس اثنا عشر. عفوا، هنا عندنا أربعة وعشرون وليس اثنا عشر. عندنا الشكل الدي، شكل دي شوفوا شحال فيه من مربع. عندنا هنايا نشوفو نحسبو عدد المربعات، عندنا
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ثمانية على اثنان تنهي أربعة من U من V، أربعة من الشكل أو من الوحدة V، وكل وحدة فيها مثلثين. إذن عندنا ثمانية في اثنان تنهي ستة عشر. إذن الشكل D في ستة عشر من الوحدة U وأربعة من الوحدة V. عندنا الشكل الأخير أو الشكل E، عندنا الشكل E، عندنا نشوفو فيه شحال من مربع. عندنا هنايا عدد المربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا ستة مربعات، ستة على اثنان تنهي ثلاثة، إذن عندنا ثلاثة من الوحدة V و كل مربع فيه وحدتين من الوحدة U. إذن غنديرو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة في اثنان تنهي اثنا عشر. إذن الشكل E في اثنا عشر من الوحدة U و ثلاثة من الوحدة V. عندنا قياس مساحة المربع. قياس مساحة المربع تساوي المربع الأخضر هو هذا، تساوي واحد سنتيمتر مربع. نحسب بالسنتيمتر مربع قياس مساحة كل من الشكل A. بالنسبة للشكل A، بالنسبة للشكل A فيه عدد مربعات في اثنان أربعة ستة ثمانية، إذن كل واحد فيه كتساوي واحد سنتيمتر. إذن هنا عندنا الشكل A ثمانية سنتيمتر مربع. بالنسبة للشكل C، عندنا الشكل C فيه اثنان أربعة ستة ثمانية عشر اثنا عشر، إذن هنا عندنا اثنا عشر سنتيمتر مربع. والشكل E، عندنا شكل E عندنا اثنان أربعة ستة، لأن عندنا ستة سنتيمتر مربع. عندنا واحد سنتيمتر مربع هو قياس مساحة مربع ضلعه واحد سنتيمتر. أحدد قياس مساحة مربع ضلعه واحد متر، إذن واحد متر غنضربوها في واحد متر، إذن هي واحد متر مربع. ضلعه هنا واحد ديكامتر ديكامتر، هنا عندنا المساحة ديالو هي واحد ديكامتر مربع. بالنسبة هنا واحد هكتومتر، إذن غنديرو واحد في واحد، هنا هي واحد هكتومتر مربع. بالنسبة لواحد كيلومتر تساوي لنا هي واحد كيلومتر مربع. بالنسبة للتمرين الأول، عندنا التمرين الأول أحسب مساحة كل شكل بالوحدة ك، ثم ألون الأشكال التي لها المساحة نفسها باللون نفسه. عندنا دو من اليسار عندنا الشكل E، عندنا عدد المربعات ك، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر. إذا نكتبو هنايا أربعة عشر، شوفو هنايا الشكل L، عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عندنا نكتبو هنايا ثمانية، عندنا هنايا هنا ثمانية ك، عندنا هنايا أربعة عشر ك. عندنا الشكل U، عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر، عندنا نكتبو هنايا ثلاثة عشر ك. عندنا الشكل F، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر، عندنا هنايا إحدى عشر إحدى عشر ك. عندنا بالنسبة للشكل C، عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر، عندنا الشكل C فيه ثلاثة عشر ك. بالنسبة للشكلين الذي لدينا لهما نفس المساحة هو الشكل C والشكل U، إذا غنلونهم باللون نفسه. نختار أحد الألوان وهذه اللون هو الشكل U والشكل C. لوننا الشكل U، دابا غنلونو الشكل C.
لون الشكلين لديني لهما نفس المساحة. دانيا أثبت تعلماتي. الوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر مربع. المتر مربع عندنا هي جدول الوحدة، وعندنا المضاعفات. عندنا المتر مربع، عندنا المضاعفات، عندنا من اليسار عندنا الكيلومتر مربع، ثم الهكتومتر مربع، ثم الديكامتر مربع. بالنسبة لنا عندنا متساويات، عندنا واحد كيلومتر مربع كيساوي 100 هكتومتر مربع، وواحد ديكامتر مربع تساوي 100 متر مربع. بالنسبة لنمي معجمي، عندنا القياس، عندنا لا ميزيور، المساحة، لا سيرفاس أو لو سيرفاس. لو سيرفاس عندنا الوحدة الأساسية، لونيتي برانسيبال، عندنا المتر مربع، عندنا لو متر كاري. إذا في هذه الحصة وفي هذا الفيديو شفنا إن أول حصة من درس رقم 6 قياس المساحات، المتر المربع ومضاعفاته. تلقاو في الفيديو المقبل مع التمارين المتعلقة بالدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.